صباحكم مرض أصدقائي. اليوم راح أصور لكم إن شاء الله الفرق بين شوارع مال العراق والشوارع مالت ألمانيا. بعد شوية راح أصور لكم إياها إن شاء الله. خليكم معنا بالفيديو. شوفوا أصدقائي هذا الشارع، طبعا عندك هذا اللون الأخضر، هسه راح أصور لكم إياها عن قرب إن شاء الله. أصدقائي عندك هذا اللون الأحمر مثل ما تشوفوه، وهذا اللون الأخضر، هذا اللي يشوفوا للبايسيكل، وهذا الشارع العام، وعندك هذا شارع المشارف. يعني شوفوا شلون منظمين الطريق. طبعا هذا كلش حلو، شوفوا هذا شلون الشارع، هذا الشارع مال البايسيكلات خصوصي بس للبايسيكلات. يعني إذا تعدت منه أنا مثلا، أنا إذا مشيت هنا أنا أتغرم، شوفوا هاي بس البايسيكلات تتعدى منه أنا. مثل ما تشوفون هذا البايسيكل هسه اجى، وشوفوا السيارة يعني ما تقدر تعبر عليه. يعني شوف السيارة تمشي ويا حد مال البايسيكل، وهذا مال البايسيكل همات إلى الطريق الخاص بي. شوفوا أصدقائي مثل ما قلت لكم، هذا الشارع الأحمر مقسم، يعني هذا الشارع العام يجيك شارع أحمر، بعدين يجيك الشارع هذاك الأخضر يعني المصبوغ، هذا هنا طريق المشاة، وهذا هم طريق المشاة. يعني هنا البايسيكل ما يقدر يمشي، تجي غرامة، وهناك الانسان ما يقدر يمشي، تجي غرامه. هاي شوفوا الابيض هذا مال السيارات، تقدر تصف هنا يعني التوقف. وهذا شوفوا العلامه مال البايسيكل، وراح اراويكم بعد شلون يعني من تعبر الشارع شنو اللي تجيك. اكو شغله تجيك من تعبر الشارع راح اراويكم اياها، يعني شلون الحافه صايره مال الفرع اذا تريد تعبر، عرفت شلون. شوفوا أصدقائي احنا هنا بألمانيا، من 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 واحد يريد يبني شيء مثل بيت او هذا، شوفوا شلون يجون المكان ويجيبون هذه العربانة كبيرة، هذا مثل كرفان حديد، هذه يحطون بها السمنت او يحطون بها الرمل او يحطون بها الانقاذ الباقية وهكذا. وشوفوا شلون يجوا بعيد عن الشارع حتى شنو يعني ما يأذي الشارع، عرفت شلون. وهذه مثلا العربانة الثانية، يعني هذه الحاوية هذه يحطون بها مثلا الاسمنت المواد الثانية. شلون مغلفين، شلون مرتب الشارع، لان هذول شنو عليهم غرامة، يعني اذا صارت رابعة الشارع او اذا صار شيء فتجيهم غرامة. شوفوا شلون الباص هم الى طريق خاص، هذا الباص الى طريق خاص، البايسيكل الى طريق خاص، الزرع بنص الشارع الورد، فشي جدا لطيف وحلو. يعني المانيا بعد اقتصاد قوي عندهم، تعرفون شلون. شوفوا هاي الخطوط الصفر والخطوط البيض، يعني هاي ما يصير انا اعبرها هسه برجلي، ممنوع، تجيني غرامه من الكاميرات الموجوده. او شوفوا هذا هم عنده بنيان، هم حاط هاي الكرفان الحاويه الحمراء الحاويه البيضة حتى يذبون بها غراض، لان ممنوع هنا. اصدقائي هسه راح اصور لكم شلون الشارع احنا نعبره، يعني ما يقدر الواحد يعبر الشارع بكل سهوله، لا لازم يوقف لمن تصير الإشارة الخضراء مال المشاة، بعدين يقدر يعبر، عرفت شلون. شوفوا أصدقائي هذه هسه الإشارة مال الناس، احنا راح نوقف هنا. طبعا هذا الشارع، هاي الحافة مال الشارع مخططة وبيها بلاستيك مخطط، هذا مثل ما تشوفوه، وهذا بالقاع، هذا ما أقدر أني هسه، يعني هذا ليش حاطيهم البلاستيك. شوف هذه الإشارة مشتعلة قبالكم، الحمراء والخضراء، هسه صارت خضراء راح نعبر. هاي الشارع اللي قلت لكم بيه. طبعا هم ليش شو اسمه حاطين هذا البلاستيك بالقاع؟ هذا البلاستيك حتى الأعمى إذا ما يشوف، الأعمى عنده الأعمى العصا مالته، فيحركها فمن تنضرب هنا راح يعرف. شوفوا هذا إياه، هذا كله بلاستيك. وبعد شيء ثاني حاطين هاي البيضة، هذه البيضة شوفوها، هذه أضغطها منها من جوا راح تشتغل عندي الإشارة، الإشارة هي هذه. دا شوفوها أصدقائي هسه راح تصير خضراء، صارت بالشوارع مالت العراق والشوارع مال ألمانيا فرق كلش كبير. يعني شوفوا حتى المرور مالتهم قوي، يعني هاي من تشتعل الاشارات يلا الناس تعبر والسيارات. شوفوا اصدقائي يعني هذا الشارع عادي مال الحديقه، شلون مبلطي، يعني هو مو مبلطي بس
يعني هو مو مبلطي بس شنو يعني مسوينا عبارة عن يعني شلون اقول لكم، يعني شارع مو تبليط، مسويه عبارة عن صب، مثل الصب. بس انت اذا تشوفه هذا مثل شارع العراق، شوارع العراق كلها نفس الشيء، وهذا خب احسن بألف مرة من شوارع العراق. مو لعد الشوارع العادية شلون مالتنا هنا قبل ما نتخبل، هسه راح اصور لكم اكو شوارع هنا شلون قوية تخبل، تتحمل يعني اي سيارة تعد عليها. هسه احنا هنا اليوم عندنا الجو مشمس، الجو عندنا اليوم مشمس بألمانيا، احنا اليوم يعني الجو عندنا 10 و10 عندنا مشمس، فلذلك اليوم رايح للحديقة اتمشى. وهم ترايكم الحديقة مالتنا هي مو حديقة، مطار، هذا صورت لكم بيه حلقة كاملة اني. المهم صراحة ارايكم شلون قوة هذا الشارع، يعني هي كل الشوارع مال ألمانيا نفس الشيء، شوارع جدا قوية تتحمل اكبر سيارة تتعدى عليها، مثل الشوارع مال العراق، شوارع سخيفة يبلطوها ورا اسبوع تتفلت. شوفوا هاي الحديقة جدا ضخمة هنا، احنا هاي الحديقة يعني انا جاي بيها اليوم لان اليوم الجو مشمس، فجاي بيها شوية ارتاح افتر لان الجو عندنا مشمس كلش، بعدين ارجع اروح للبيت. هذا الشارع شوفوا، يعني هذا واحد من الشوارع، انا بس بدي ارايكم شلون الشوارع عندنا قوية بالمانيا، يعني شوارع جدا قوية تتحمل كل شيء، كل شيء، وكل شارع عريض مو مثل بالعراق، الشوارع مو عريضة، هنا عندنا الشوارع عريضة كلش. شوفوا العالم شلون هنا اليوم جاية، اليوم عندنا الجو مشمس حلو. أتمنى تعجبكم الفيديوهات اللي دا أصورها، لأنه بالعراق أكو هواي أصدقائي حاجوني على الفيسبوك، تعال صورنا شلون هالمانيا، شو تستوعب ألمانيا، شلون هالشوارع ألمانيا. أصدقائي أي فكرة عندكم قولوا لي، شنو الفكر اللي عندكم، شو تردون أصور لكم بعد، يعني كتبوا لي بالتعليقات حتى أنا أشجع وأقوم أسوي لكم فيديوهات أحلى. أصدقائي إذا شفتوا الفرق يعني بين الشوارع اللي افتهمتوا الفرق بين الشارع مال العراق وبين ألمانيا وعجبتكم الفكرة مالتي، فحاولوا تنطوني لايكات واشتراكات بالقناة، وحاولوا يعني تعطوني آراءكم، أهم شيء عندي، وتقولوا لي شنو الفيديو اللي بدي أسويه، حلوة مو حلوة. شوفوا هذا القرد اللي وراي، هذا محل مال حديد، فاليوم أجي أصور لكم إياه يعني إن شاء الله. يلا تحياتي لكم، السلام.